يعني كثير من الناس بتستخدم مسكنات الألم بشكل كثير عشوائي. كبير وعشوائي دون استشارة طبيب، دون صرف وصفة طبية. وفي يمكن الثقافة المعروفة انه الخيار الأخير هو توجه للطبيب، يعني في وجع اليوم باخذ مسكن، بكره باخذ مسكن، لما يزيد الألم عن حده بيكون الخيار الأخير هو التوجه للطبيب. لنحكي أكثر عن استخدام أو تناول مسكنات الألم لفترة طويلة من الزمن معنا الدكتورة وفاء علي. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحكم، صباح متابعينا. أهلا وسهلا فيك دكتورة وفاء. يعني مثل ما حكيت نور، كلنا بلا استثناء يمكن عنا صيدليات بقلب بيتنا، واي حدا بيتوجع يلا خد هي حبتين وحبتين، ناخذ دبل مو حبه وحده عشان يروح الوجع بسرعه. خلينا نحكي قديش مضار هي الحبوب المسكنه باخذها بشكل عشوائي للايام اللي جايه هي سيئه. هلا قبل ما نحكي عن مسكنات الالم خلينا نعرف شو هو الالم يلي حاظنا للمسكن. طبعا. هي نقطه كثير مهمه. صحيح. الألم هو علامة أو عرض بيعطيها الجسم نتيجة مرض أو خلل، سواء عدوى خارجية أو مشكلة داخلية، بيعطينا إياها على شكل إشارات نحن بتظهر لنا على شكل ألم. والألم ممكن يكون سببي المنشأ، يعني إذا أنا هلأ كمشت إيدك ضغطت عليها فأنا حسستك بألم، ومجرد ما شلت إيدي فراح الألم، فهو الألم بيكون بسبب المسبب، مجرد ما راح السبب راح الألم. وفي عنا ألم بيعملنا سيالة عصبية مستمرة، تنبيهات دائمة، اللي هو بيكون الألم طويل شوي، اللي بيكون سببه ممكن إذا كان خارجي كدمة، خبطت رجلي، كسر شعر، أو مثل ألم أو حرق الأسنان أو ألم الرأس. تمام. هذا بيكون شو بيصير؟ بيصير في عنا حزمة من السيالات العصبية عم تعطينا هاي التنبيهات، بيصير في عنا إنزيمات مختصة بالألم، بصير عنا ارتشاح للسوائل الوزمة، وبضل في عنا شعور بالألم. كمان هي علامة انه هون في خلل، تدخل حل المشكلة، ما تخبي الألم بالمسكن. ممكن تكون داخلية المنشأ مثلا بالأمراض المزمنة، معدة، قرحة، تمام، القرحات المعدية، المشاكل الكلوية، الكبدية، قلبية. كمان بتظهر الألم على شكل ممكن ألم هون مثل الذبحة الصدرية، ممكن بالكلى مثلا مثل نوبات الرمل والحصى. هون صار في عنا ألم مستمر طويل بده مسكن أكيد، بس ما يعني بس المسكن هو أحد أفرع الحل. وهذا اللي بسألك عنه، يعني إمتى بيكون المسكن؟ حكينا عن أسباب الألم، المسكن خيار مش مثل ما قلنا هو أحد متاح. يعني هو في فرق بين يكون خيار. انت عندك خطة علاجية كاملة، واحد من أفرعها هو مسكنات الألم. بس انت اساسا يعني ما يعني نحن الناس العاديين ما فينا نعرف انه هل هذا الالم عرضي عابر ام هو مرضي، علامه لمرض خفي ومتخبي. هون دور الاخصائي يلي هو بيكون عنده عينتين، عين على الالم، الاعراض اللي هي بتحكي لنا شو اللي صاير، وعين ثانيه على سبب الالم. لما هو عم بيعالج المشكله بنفس الوقت عم بيغطي الاعراض لحتى الانسان يقدر يعيش حياته طبيعيه قد ما في، يخفف الالم عنه. بس اذا نحن اخذنا المسكن بدون ما نعالج اصل المشكله ما بنستفاد شيء. وبمكان ثاني عم نفاقم الحاله، يعني مثل مريض السكري اللي بيصير عنده التهاب القدم السكريه اللي هي نتيجه التهاب الاعصاب اللي بيستهدفها الارتفاع المديد للسكر طويل. بيقول لك رجلي عم تحرقني، عم حس شعطة نار برجلي، حرقان، بخبط، بقيم، بحط، بياخذ دواء مسكن بكن بيرتاح هيك. بس هو شو عم بيساوي؟ عم بفاقم الحالة لحد ما نوصل لمكان ما عاد في رجعة وممكن بتر. ليش؟ لأنه ما بالضبط، لأنه ما انتبه للأساس الألم أو أساس المشكلة اللي سببت وصلتنا لهي النتيجة. اللي فكتير مهم إنه نحن نعرف السبب قبل ما ناخذ المسكن. طيب دكتورة، بعدين ناخذ. دكتوره خلينا نحكي، دائما بناخذ ادويه وخاصه اللي في محتويات ديكلون لحتى يسكن الالم بشكل كثير كبير، وهي كثير ثقيله بتكون. مثلا انا في نوع محدد من الدواء هو الوحيد اللي بسكنني، قد ما اخذت ادويه ثانيه خلص انا قانع حالي انه هذا الوحيد اللي بسكنني. ولكن مع الايام ممكن كبنات يسبب هي مشاكل وامراض نسائيه. هلا بنحكي على الامراض تماما. ممكن هي خلينا نحكي عن ابرز الامراض يلي بيسببوها المسكنات وخاصه الدوزه كثير قوي ومرتفع.
هلا قبل ما نفوت شوي بالادويه شو ممكن تعمل، خلينا نشوف مسكنات الالم بالباب العريض لشو بتنقسم. تنقسم لنوعين من التسكين، تسكين مركزي بيعتمد بشكل رئيسي على الجهاز العصبي المركزي اللي هو الدماغ والنخاع الشوكي، فبيكون نحن بترنا كل السيالات العصبيه الراجعه واللي عم تعطينا التنبيه واللي عم تعطينا نتيجه، فما عاد يحس بشيء ابدا نهائيا. بس شو بيكون التسكين كامل؟ هي مسكنات الالم المركزيه مثل اشهرها المورفين، بيستخدم بوصفه طبيه بمشافي بحالات طبيه حرجه كثير، نحن عن جد بحاجه لقطع كل شيء سيالات عصبيه مثل العمليات الجراحيه مثل الامراض العضال مثلا المرحله النهائيه من السرطان. ممكن بهاي المرحله نحن بنحتاج لهيك نوع من المسكنات. نجي للصنف الثاني من المسكنات اللي هي المحيطيه، يلي هي مثل مضادات الالتهاب الغير ستيرويديه، الباراسيتامول، الاسيتامول التجاري يعني. هدول هي المجموعه المحيطيه ضررها اخف، نتيجتها اكيد بالتسكين معنا بقدره المركزيه بس مرضيه. هلا كمان هون في شريحه واسعه تندرج بين بس مسكن الم، بين مسكن الم مضاد التهاب غير ستيرويدي يعني اذا عندنا وزمات وخافض للحراره، فهون في باقه كثير كبيره. انا ما بصير روح اختار انه والله الديكلون بسكنني فبروح باخده، لا. مثلا ديكلوفيناك هو عباره عن مسكن الم مضاد التهاب غير ستيرويدي خافض للحراره، فانا اذا ماني بعازت كل هدول الاثار لشو عم باخده؟ بس نحن عم نحكي عن الثقافه الموجوده اليوم، يعني هلا اغلب الناس اللي بتلاقيها مثلا باي حدا باي جزدان صبيه او حدا بتسالي راسي عم يوجعني معك حبه وجع راس بيقول لك ايه. اي بس هي ما لها وجع على الراس، ما لها وجع على الراس، معك مسكن الام؟ ايه معك مسكن الام. ايه اللي موجوده ضمن الصيدليات دون استشاره طبيه او دون صرف وصفه طبيه، اللي بنقول عيار 500 هي العيار 1000، هدول المسكنات المتاحه اليوم الى اثار جانبيه؟ دائما الدواء ما بيعطيك فائده الا بيكون في له اكثر من ضرر. هذا الشيء طبيعي لانه هو ما نوع كثير انتقائي للمستقبلات الالم اللي يروح عليها، هو بيرتبط بعده مستقبلات بيعطيكي التاثيرات الجانبيه اللي انت ما بدك اياها. مضادات الالتهاب غير الستيرويديه بشكل رئيسي هدفها الوعاء الهضمي، تعمل قرحات نازفه على الاستعمال الطويل والمديد، يعني مو من حبه ولا حبتين ولا ثلاثه ولا يوم ولا اثنين، الناس اللي بتاخده بشكل مستمر وعشوائي وما بتبدل بين الادويه. يعني هي الادويه مثل ما قلت لك كل هن شريحه كامله دوائيه، كل دواء بيختص بشيء معين اكثر من شيء. مثلا عندك الماده الدوائيه السيليكوكسيب هي نوعيه كثير بالام المفاصل، فانا وقت اللي بروح باخذ ايبوبروفين مثلا هي ما لها كثير نوعيه بهذا الموضوع، فانا مو بس ما استفدت، المشكله عندي لسه عم تتفاقم والالم موجود، فبرجع باخذ. صح. فانا هون شو بكون عملت؟ بكون عرضت وعاء الهضمي لقرحات نازفه انا مالي فيها، ممكن عرضت وعاء الكليه يعني لحتى يصير عندنا جفاف بالكلى، مشاكل حتى كلويه، ممكن نوصل لقصور، ممكن بعدين فشل كلوي ببساطه. في عنا صنف دوائي بمسكنات الالم الاندوميتاسين، اذا نحن مثلا اخذناه لفترات طويله فنحن معرضين اكيدا لمشاكل كلويه. ممكن كمان مشاركة الأدوية، هي كمان الشطارة اللي بيعملوها الناس إنه بيشاركوا حبتين ثلاثة مع بعض من كل نوع، تبع إذا ما هذا صاب هذا أكيد حيصيب. هلا اوكي حتتسكن الالم ما اختلفنا، بس انت شو عملت جوا بجهازك؟ يعني الدواء بالنتيجه هو مركب كيميائي مانو طبيعي، مجرد ما فات على الجسم لحتى ينطرح في اجهزه مسؤوله عن اطراحه، مثل انت عم تحمل هي الاجهزه عبء كثير كبير على اطراحه وما لك مستفيد. صح. ما لك مستفيد اساسا لانه هذا الدواء ما له لهذا العلاج ابدا، لانه انت عم تشاطر من حالك. نعم. كثير مننا بيحط الادويه بيحفظها باماكن مثل البراد، مثل الصيدليه صغيره بالبيت. اليوم قديش مهم انه نحن نوعي العالم لحفظ الادويه، اطراءات العيون قديش بدها وقت، ادويه الالتهاب قديش فيها وقت، خاصه شراب الاطفال قديش بس ينفتح قديش بده مده زمنيه، واصلا موجوده بالنشره بس كثير ناس ما بتقيد فيها. طيب اذا خلصت المده الزمنيه ومده صلاحية إن كان للمسكنات وإن كان للأدوية كافة، شو ممكن الآثار الجانبية يلي تأثر عليهم للعالم؟ انتهاء الصلاحية فينا نقول إنه ما بقى دواء. شو اللي صار ما بنعرف، حسب كيف انحفظ، المكان اللي انحفظ فيه، الفترة،
هون، بس هو اكيد ما بقى دواء، ممكن يكون صار سم، ممكن يكون قلت فعاليته، ممكن يكون ما بقى فعال، ما بنعرف يعني السلوك اللي سلكه هذا الدواء بهي الفترة التخزين الخاطئ. اهم شغلتين بتخزين الادوية انه نحن نكون بدرجة حرارة 25، مكان مظلم، ما أنا تحت الضوء، ما أنا تحت الشمس، يعني هي اهم صفتين. هو بعيد عن متناول الاطفال، هي أكيد المعلومه، هي اكيد يعني هي اكيد انه بعيد عن متناول الاطفال كل البعد، لانه فعلا في ادويه جرعه واحده قاتله للطفل، خاصه الشرابات. يمكن طعم تطيبي بتلاقي الولد يعني، هلا الشرابات كونه معدل للاطفال، يعني هلا هو ما انه مبرر انه تروح يعني نتركها، بس الشرابات هي اساسا بتكون هي الجرعات الصيدلانيه معدله للاطفال، لانه صحيح. الطفل ما بيقدر يبلع الحبه، فبتكون جرعاتها ما انا تبع القاتله تمام. ما لا ما رحنا ناخذ حب مثلا الديجوكسين اللي هو دواء لعلاج مشاكل قلبية، ياخذها الطفل يمكن تكون حبة واحدة بالنسبة له قاتلة. طيب دكتورة، استخدام المسكنات لفترة زمنية طويلة، المسكنات العادية اللي عم نحكي عنها اللي هي موجودة بالصيدلية وفيني اخذها دون وصفة طبية، حكيت خلال حديثك إلى قديش إلى اثار جانبية مثلا على المعدة، بتعمل مشاكل بالمعدة، ممكن تعمل قرحة، ممكن في كثير من الناس بتقول لك انضربت معدتي من دواء، فهي كمان عم نشوفها بالآونة الأخيرة. ممكن يعني بيقول لك أنا إذا أخذت حبتين وجع راس كل يوم سليمة، بس على فترة زمنية طويلة قديش بتأثر على؟ أول شيء في عندنا نوع من المسكنات هو آمن على وعاء الهضم تمام، يلي هو الباراسيتامول السيتامول، هذا الأكثر أمانا، بس بيستعمل بتسكين الألم الخفيف للمتوسط، يعني أكثر من هيك ما بقى فعال. ممكن في حالات مشاركة مع الكودين اللي هو مسكن ألم مركزي، بيستخدموه كثير بمشاكل الأسنان. هذا الأكثر أمانا. لما بيروح الواحد اللي بيقول لك انضربت معدتي، هو أكيد أكيد مجتهد من حاله أو جاره واصف له الوصفة، لأنه هو أكيد لو رح لعند صيدلاني أو طبيب بيقول له خذه قبل الأكل، حيعطيه مو بس قبل الأكل، حيعطيه الجرعة المناسبة. تواتر الجرعات لازم نوقف، نعمل فواصل استراحة، ناخذ أسبوع منريح فترة، ممكن يبدل الطبيب بيعرف إنه هذا الدواء أخف على المعدة من هذا، فممكن يبدل بيناتهم. سببه هو ممكن الصيدلاني يساعده بهذا الموضوع كثير، بس هو ليش انضربت معدته؟ لانه من حاله لحاله اجتهد، وغالبا بيكون مشارك نوعين ثلاثه مشان يطيب بسرعه وما ياخذ كميات. ناهيك عن انه اخذها بدون اكل على معده فاضيه يوميا، ستريس كل الوقت، قهوه، يعني كل العوامل اللي بتساعد الدواء لانه يعمل ثقب بالوعاء الهضمي موجوده، بالاضافه لحبه الدواء. هلا نحن بنروح بنتهم الدواء فورا هو غلط صح. قبل ما نختم رح اكفي عند سؤال نور، انه الادويه اذا اخذناها على مدى طويل قديش مضاره، ولكن خلينا احكي على مثلا واقي المعده، هي الحبه اللي هلا كل الشعب السوري عم ياخذها لحتى تغلف وتحمي المعده، لها اضرار على الفيتامينز بالجسم ايضا، وفي حبوب غيرها وغيراتها كثيره. اليوم قديش هي الحبوب بس نتعود عليها هي بتعمل نقص فيتامينات، ممكن معادن بجسمنا، ممكن تضرنا لقدام، ممكن تعمل المعقدات مع بعض الفيتامينات مع بعض المواد الاساسيه الضروريه للجسم، تنطرح هي وياها، فلا هي تمتص ولا تخليها تمتص، هون بنكون نحن خسرنا جزء من الفائده. فبتلاحظي في ادويه بيقول لك الطبيب قبل الاكل، خلص يعني قبل الاكل، بعد أمان. الاكل يعني بعد الاكل، ما تجتهدوا الله يوفق. يعني هي كثير نقطه كثير مهمه، والعالم ما بتنتبه لها، لانه يمكن نحن عنا شوي نقص ثقافة صحية، لازم شوي أكثر توعية، يمكن حملات موسعة أكثر لحتى العالم تعرف قديش فعلا هذا الدواء يعني سلاح ذو حدين، قديه هو مفيد كثير وفعال بمكانه الصح، وقديش هو عن جد ممكن يكون ممكن سم ممكن سم باستخدامات خاطئة. بس آخر شيء بدنا نحكي على المشاركة الدوائية، كثير ننتبه وخصوصي بالمسكنات. في عنا أنواع من المسكنات، إذا نحن عملنا مشاركة مع مجموعة دوائية بتضاع يعني بتزيد المشكلة بتفاقمها، مثل الناس اللي بتاخذ مدرات، في نوع من المسكنات إذا تاخذ لأسبوعين متواصلين مع هذا المدر صح حيسكن لنا الألم، كتير هو مسكن قوي، ما رح أذكر اسمه مشان ما العالم تروح تجرب، بس ممكن نحن يعمل لنا من كلية سليمة تماما لفشل كلوي بأسبوعين. أوف عن جد. بأسبوعين نحن ممكن يصير عندنا فشل كلوي وغسيل كلوي ومرض العكوس، يعني ما بقى في رجعة من هاي المشاركة العشوائية لمدر، هو عم ياخده تدابير ممكن لارتفاع الضغط، ممكن عنده جفاف بالكلى،
مع هي المشاركة مع مسكنات الألم لأسبوعين وسجلت حالات يعني. فنحن صرنا بفشل كلوي وغير عكوس خلص. الله يديم الصحة على الجميع. بالختام دكتورة وفاء العين نتشكرك لحديث تبتمي والموضوع جدا مهم. شكرا كثير لك على وجودك معنا. شكرا لكم. شكرا كثير لك دكتورة وفاء ومشوفك بحلقات جاية أكيد. نهارك سعيد. نهاركم سعيد.